ومن غزة ينضم إلينا أحمد عبد الرحمن الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية. سيد أحمد عبد الرحمن، أرحب بك معنا. عدد قتلى إسرائيل 17 في أقل من يومين، شاهدنا الفيديوهات التي نشرتها القسام، شاهدنا القدرة على إصابة المدرعات وسقوط عدد كبير من القتلى في بقذيفة واحدة. كيف تفهم هذا من الناحية العسكرية؟ أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين الكرام. فقط اسمح لي، أن سمعت مراسلتكم الكريمة تتحدث عن مستقبل نتنياهو. بوليتيكو الأمريكية بالأمس قالت أن الإدارة الأمريكية تبحث عن خليفة نتنياهو في أسرع وقت، وأن مستقبله السياسي انتهى، وهذا واضح جدا. وحتى الخلافات واضحة جدا، رغم أن هناك تظاهر بأن هناك موقف واحد، لا، هناك خلافات. يظهر ذلك في التحليلات الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام، أن هناك خلافات، وهناك يعني كل نتنياهو تحديدا يلقي التهم هنا وهناك ضد المؤسسة الأمنية وغيرها. هذا أولا فقط يعني للتنويه. ثانيا، بالنسبة لما تفضلت به، شوف، هناك وضع معقد جدا، وضع ميداني معقد جدا للاحتلال في غزة. يعني غزة نعم منطقة سهلية بمعظمها، نعم مساحتها صغيرة 360 كيلومتر، نعم الآن مطرح العمليات يتركز في جبهتين ساخنتين تحديدا، ويحاول العدو الاستفراد بهما، نعم كل هذا صحيح، ولكن كل هذا لا يعني أن هناك سهولة في التحرك الميداني. يعني لو تحدثنا باختصار شديد حتى لا نضيع الوقت عن جبهة شمال غرب قطاع غزة التي تقدم منها حوالي كيلومتر ونصف بسرعة كبيرة، هذا لافت، والبعض اعتقد أن هناك انهيار في صفوف المقاومة. لا، هي المقاومة أعطت فرصة لهذا التقدم إلى حدود المناطق العمرانية. تحدث عمرانية يعني كثافة مباني، خصوصا الأبراج السكنية والمباني، وهذه تعطي أفضلية دائما للطرف المدافع. حينها بدأ الاشتباك الأساسي، وهناك العدد الأكبر من القتلى في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن اعتراف إسرائيل 19 قتيل، قبل قليل كان هناك تحديث لهذا العدد. طبعا المصادر الرسمية تؤخر، يعني الجيش، بيان الجيش يؤخر ارتفاع العدد، ولكن المصادر الإعلامية تتحدث عن ذلك. معظم هذا العدد قتل في المناطق الشمالية الغربية التي انطلقت منها الدبابات من مستوطن الدوليب وموقع زيتين العسكري. على كل حال، في الجبهة الساخنة الأخرى والتي هنا قريبة منا، وأسخن جبهة كانت الليلة منذ 9 مساء تقريبا الأمس وحتى 7 صباحا، كانت هذه الجبهة ساخنة جدا. كانت الطائرات المروحية التي تحلق بعرض البحر على بعد حوالي 4 كيلومتر من الشاطئ باتجاه الغرب، لأنها تخشى من المضادات الأرضية، كانت تشارك بكثافة في العملية. الدبابات لم تتوقف لحظة واحدة، وأنا عندما أقول لم تتوقف لحظة واحدة، أنا أعني ما أقول، أنني أسمع القذائف وأعرف أنواعها وأعرف ما الذي يحدث. وحتى هناك إدخال لرجمات صواريخ التي لم تكن تستخدم من قبل، يعني إطلاق الصواريخ يتم بين إلى 3 إلى 4 ثواني، يطلق صاروخ غير القذائف المدفعية المتواجدة بشرق غزة أيضا، يعني تتواجد على بعد حوالي 4 كيلومتر على السياج الفاصل في موقع ناحية العوز وباقي المواقع الأخرى، تطلق إلى غرب مدينة غزة إلى الجبهة الساخنة في مفترق ما يسمى مفترق الدحدوح وموقع قريش القريب، بعيد 40 متر تقريبا من شارع الرشيد. يعني هناك التوغل تقدمت صباحا الدبابات حوالي 50 إلى 60 متر في مناطق سكنية هي قريبة من عائلة الدحدوح معروفة في هذا المكان تحديدا، تقدمت إلى البيوت السكنية، ومن ثم كما قالت بعض المصادر قبل قليل أنها عادت مرة أخرى إلى شارع 10، شارع رقم 10 هذا الذي ربما إذا تجاوزته باتجاه الشمال تصل إلى شارع رقم 8. حينها يمكن أن نقول، لو وصلت إلى شارع 8، حينها يمكن أن نقول أنها دخلت في قلب حي تل الهوى وأصبحت بعيدة عن مشفى القدس حوالي 300 متر. حتى الآن لم تصل إلى هذا المكان، هي في شارع 10 وأخذت تذهب باتجاه الغرب أكثر، باتجاه شارع الرشيد، باتجاه شارع البحر كما يسمى، وهو مقطوع ناريا وليس مقطوع بالدبابات كشارع صلاح الدين الرئيسي، ولكنه مقطوع ناريا لأن الدبابات توجه، يعني كما قالت بعض المصادر وبعض الناس، يعني بعض الناس حاولوا الخروج من غزة باتجاه المنطقة الوسطى، اكتشفوا أن هناك دبابات قريبة جدا من هذا الخط وهي في الأخراج وفي المناطق الزراعية. في المجمل حتى الآن عدد قتلى كبير قياسا بحجم العمليات، نتحدث عن منطقتين ساخنتين سقط فيهم 19 قتيلا، فكيف إذا اشتعلت كل الساحات أو زاد التوغل مثلا من المنطقة الشرقية؟ لا ننسى الشجاعية، الجميع يعرف الشجاعية، والعدو له خبرة خسر كثيرا، والزيتون، الزيتون لم يدخلها العدو حتى الآن، هو على الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون
ذات الكثافة السكانية الهائلة والتي معروف عنها أيضا تفضيها في مراحل سابقة لعمليات التوغل. في المجمل المعركة محتدمة بشكل كبير جدا لا سيما في المحور جنوب الشرقي هنا وفي المحور الشمال الغربي لقطاع غزة في بيت لاهيا وضواحيها وصولا إلى منطقة الكرام. في آخر ثلاث ساعات هناك أربع تحديثات من كتاب القسام لعل آخرها ما نراه الآن في خبرنا العاجل على شاشة العربي، وهو يقول استهدفنا دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود بقذيفة من نوع ياسين أو الياسين 105 في منطقة جحر الديك، قبلها أيضا آليتين صهيونيتين كما تقول كتاب القسام في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105، وفي حدود أو منذ ساعة ونصف جرافة في محور شمال غرب غزة أيضا بقذيفة الياسين 105، ومنذ ثلاث ساعات بالضبط وكان ذلك أول منشور لصباح اليوم دبابة وجرافة في محور شمال غرب غزة بالياسين 105. المحاور مختلفة ولكن جحر الديك بالذات ما الذي تمثله؟ وهذا الاستهداف للآليات هل هو رهان على أن يعني يسقط أكبر عدد قتلى من الجنود الإسرائيليين باستهداف آلياتهم مباشرة حيث أنهم تقريبا يعني لا يتحركون إلا داخلها؟ للتوضيح جحر الديك منطقة يعني سأقول بادية ولكن يسكنها يعني ناس متفرقون، هي جنوب شرق مدينة غزة، جنوب شرق مدينة غزة هذه أول من دخلت إليها الدبابات الإسرائيلية انطلاقا من السياج الفاصل تقريبا أرض زراعية في مجملها. نعم لا هو جحر الديك تحديدا أنا أعرف أنا من أهل المنطقة يعني منها وجنوب وشمالا هي كلها منطقة زراعية، ولكن منطقة جحر الديك هي لديها بلدية ولديها مؤسسات، لا أقول مدينة ولكن هي أقرب إلى يعني بلدية أو قرية، هي مليئة بالسكان ولكن ربما معظمهم جاءوا من منطقة البريج والنصيرات، وفي جوارها هناك مدينة تركية مدينة ديك أبراج سكنية عالية سكن فيها بعض الذين دمر بيوتهم في 2014، يعني هناك كثافة سكانية. هذه المنطقة ربما كانت المحور ليس الساخن، لا أقول الأضعف، لكنه الأقل سخونة. لماذا؟ لأنها منطقة حدودية والدبابات الإسرائيلية تجاوزتها منذ اليوم الثاني أو الأول للتوغل البري أو التقدم البري، لذلك المناوشات فيها تأتي يبدو من الجهة الوسطى، يعني من جهة المنطقة الوسطى من خيم البريج، من جهة مدينة غزة كما أقول لك الأمور يعني لا أقول محسومة ولكن الدبابات موجودة في هذا المكان، يعني من الصعب التحرك ميدانيا من هذا القاطع، فلذلك ربما تلجأ المقاومة للمناوشة من مخيم البريج مناطق المحيطة به. هذا أولا. موضوع الصواريخ والقذائف على الدبابات هذا مهم جدا، أنت كما تقول القسام والمقاومة هناك أكثر من 25 إلى 26 آلية حتى الآن تم إعصابها على قد تقدير بغض النظر عن تدميرها من عدمه، إعصاب هذه الآلية مهم جدا، هي تتوقف وتخرج من الخدمة، وصناعة الدبابات كما يعرف المختصون يحتاج إلى وقت طويل وربما يتم سحبها نهائيا، إذا تعطل البرج تعطل المدفع ليس كأن يتعطل الجنزير مثلا، الجنزير يومين يتم إصلاحه ولكن البرج أو المدفع يخرج الآلية من الخدمة. أيضا الجرافات دي ناين هذه التي ربما طولها 12 متر يعني بمبنى من ثلاث طوابق ضخمة جدا ومصفحة، هي أيضا إخراجها من الخدمة مهم جدا لأنها تفتح الطرق أمام الدبابات، ولكن في المجمل هذا استهداف الدبابات يؤثر معنويا على الجنود، يؤدي إلى قتل الجنود ويؤدي إلى إبطاء، وهذا هو المهم، إبطاء حركة الآليات. كلما توقفت الآليات على الطريق خصوصا كما نلاحظ وكما أعرف أنا في الميدان هنا وأعرف يعني المنطقة جيدا، المناطق التي يدخل منها الاحتلال محدودة، يعني هو يلجأ إلى دخول من مناطق جديدة ليست حضرية بين مزدوجين، يعني الأرض رملية ومن ضيارات يتم تجريفها من الجرافات فيبقى في نضاق أو حيز جغرافي محدود، ذلك عندما تستهدف دبابات أو آليات أو جرافات في هذا القاطع يتم توقف باقي الرتل من خلفه على أقل تقدير لمدة زمنية معينة. في خبر عاجل عن مراسل العربي سماع أصوات إطلاق نار كثيف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، هل مخيم النصيرات هو أحد محاور الاشتباك البري يعني في هذه اللحظات أم أن يعني إسرائيل تحاول أن تدخل إلى أي مكان يعني تفرض من خلالها سيطرتها على المناطق السكنية؟
لا انت يعني انت اجبت عن ما قلته لك قبل قليل عندما قلت لك ان استهداف في جحر الديك ياتي من البريج. البريج شرق يعني جنوب شرق مدينه غزه في المنطقه الوسطى، النصيرات جنوب غرب يعني تطل على البحر على شاطئ البحر وهو يفصل بينهما محور صلاح الدين. نعم يصل الى شارع صلاح الدين الى البحر وهو يطل من الناحيه الشماليه لمخيم النصيرات المخيم الجديد او ما يسمى المخيم الجديد على مدينه الزهره، ومن ثم مغتصب الدك سليم والقضاء العالي مؤسسه القضاء العالي وجامعه الاسراء وغيره. هناك مناوشات من هذا المحور ضد القوات الموجوده في هذا القاطع، يعني كما قلنا في جحر الديك هناك مناوشات باتجاه القوات الاسرائيليه في جحر الديك من لبنان، الان هناك مناوشات من النصيرات باتجاه القوات الموجوده سواء قرب بيت سليم او في قلب بيت سليم سابقا او بالقرب من مدينه الزهره، هذا هو ما يجري. يعني هناك محاوله للاطباق على القوات الاسرائيليه الموجوده الان بين فكي كماشه، اذا تم يعني اسرائيل حاولت ان تقتحم غزه عرضا عبر يعني محور موازي لوادي غزه، ولكن هذه فرصه للمقاومه لكي تطبق عليها من الشمال والجنوب، هذا ما تقوله؟ هذا انا قلته على تلفزيون مقالاتكم الكريمه منذ 4 أيام، قلت دخول اسرائيل من الشرق الى الغرب بشكل عرضي ومحاوله اكتفاف شمالها نحو مدينه غزه نحو الزيتون وتل الهوى سيجعلها عرضه للاطباق عليها من المنطقه الوسطى، فيبدو ان هذا ما يحدث. اولا للتخفيف عن جبهه غزه، لان الفقد في الحقيقه كبير، في الصباح كان هناك احد مناريه هائله جدا، قصف مدفعي، قصف بحري، قصف صاروخي من رازمات صواريخ، فبالتالي هناك يبدو محاوله للتخفيف عن جنوب شرق مدينه غزه وجنوب شمال جنوب غرب مدينه غزه ايضا من المنطقه الوسطى، وهذا اعتقد تكتيك مهم جدا يمكن ان تعمل عليه المقاومه. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية، كنت معنا من غزة عبر الهاتف.